التعازي والتهاني لعوائل الشهداء ولكل شعب البحرين وللأمة الإسلامية، التعازي لفقدنا لهؤلاء الأبطال الشرفاء، والتهاني لهم لأنهم بلغوا مرحلة الشهادة ومقام الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الدماء الزاكية الطاهرة التي أريقت تحملنا مسؤولية. هذه الدماء لم تسفك لعداوة بين آل خليفة وبين عائلة السميع وعائلة المشيمع وعائلة السنجيس. هذه الدماء سفكت لأنها جزء من صراع شعب البحرين مع قبيلة آل خليفة، هذه القبيلة التي لم تترك مقدسا ومحرما إلا وانتهكته، هذه القبيلة التي انتهكت أعراضنا وحرقت قرآننا وداست عليه، وهي التي سفكت دماءنا بدم بارد وهدمت مساجدنا فلم تبقي مقدسا إلا وداست عليه. الموت يا الخليفة، الموت يا الخليفة، الموت يا الخليفة، الموت يا الخليفة، الموت يا الخليفة. إن هذه الجريمة النكراء البشعة علمتنا أن الدموع لا تستجلب إلا الدموع. 6 سنين ونحن نلتزم بالسلمية، خيارنا الوحيد كان السلمية. 6 سنين ونحن نستعطف العالم أجمع، لم نجد غير الدموع، لم يوقف ظلم واحد، لم يرفع ويدفع عنا مكروه واحد، لم يحقق لنا ويجلب لنا حقا واحدا. أما اليوم فما بعد، المرحلة تبدلت. نحن في تيار الوفاء الإسلامي نعلن أننا بدأنا مرحلة جديدة، وأعلناها في بيان التأبين للشهداء، قبضة في الميدان وقبضة على الزناد، وسنتحمل هذه النتائج بأكملها، ونحن جادون في هذا الأمر، وعلى النظام الخليفي أن يتحمل كامل التبعات والمسؤولية. مقاومة، مقاومة ضد العصابة الحاكمة، مقاومة، مقاومة ضد العصابة الحاكمة، مقاومة، مقاومة ضد العصابة الحاكمة، مقاومة، مقاومة ضد العصابة الحاكمة. لن ننتظر أحد باللحوق بنا، سنمضي. من أراد أن يلتحق فليلتحق، ومن لم يرد فهذا شأنه. سنمضي، ومن أراد اللحوق بهذه القافلة فالأبواب مشرعة ومفتوحة، ومن أراد أن يبتعد عن هذا الطريق فهذا شأنه، ولن نحمله وزر ما نتحمل، ونحن مستعدون إلى الشهادة والموت، وسنسير ولن ننتظر إذن أحد ولا مجيء أحد معنا. هذا الخيار وهذه الحادثة ستمثل انعطافة في تاريخ البحرين بأكمله. لن تكون هذه الدماء تذهب هدرا، نعاهد عوائل الشهداء ونعاهد أبناء شعب البحرين بأننا سنقتص لهذه الدماء ولن نترك هذه الدماء تذهب هدرا أبدا. يعدم حمد، يعدم حمد، يعدم حمد، يعدم حمد، يعدم. هذه ليست شعارات حماسية وليست ردة فعل عاطفية، هذا مشروع أستاذنا الكبير الذي نطق بكلمته من داخل السجن. نحن بين خيارين لا ثالث لهما، إما العدل في الدولة أو المقاومة المشروعة، فلن نرضى بوقوع الظلم علينا من الدولة ولا بالتمييز ضدنا
ولا بالدكتاتورية أن تحكمنا. هذا هو كلام أستاذنا المجاهد من خلف قضبان السجون. هذا هو مشروعنا اليوم، وهذا المشروع الذي سنعمل عليه، سنعد العدة وسنقاوم، ولن تبقى يدنا خالية ووحيدة في الميدان. نحن 6 سنوات ونحن نهتف ونصرخ ونتمسك بالسلمية ونرفع قبضاتنا، ولكن كل هذا الأمر لم يسترجع لنا حقا واحدا. ها هي فلسطين 70 سنة، ماذا فعل لهم العالم؟ ماذا فعل العالم لفلسطين غير الدموع والبكاء وبيانات الاستعطاف؟ ماذا فعل لفلسطين؟ الآن نحن 6 سنين وأعراضنا تنتهك ودماؤنا تسفك وأبناؤنا وشبابنا يقتلون ويعذبون في السجون. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ لم نحقق حقا واحدا. لو كنا واقفون في المكان الذي بدأنا فيه لكان لا بأس. نحن اليوم نتراجع للوراء. رسالتي للطاغية المجرم الجبان المختبئ في جحره حمد بن حصة بأنك ومصيرك سيكون كمصير صدام وكمصير القذافي وكمصير الذين قتلوا حسن شحاتة، الشيخ حسن شحاتة، الشهيد حسن شحاتة. هذا مصيرك، سيكون مصيرك القصاص. من أعدم هؤلاء الشباب هو الطاغية حمد، من قتل الناس هو الطاغية حمد، من سفك الدماء وانتهك الأعراض وأمر بهدم المساجد وحرق القرآن والدوس على كرامتنا هو الطاغية حمد. نحن نحمله كامل المسؤولية، ونحن مستعدون أن نذهب حتى الشهادة وحتى الموت. من أراد أن يلحق بنا فنحن نستقبله ونحتضنه ونأويه، ومن أراد أن يتخلف فهذا شأنه، هذا مشروعنا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا بواسع رحمته، وأن يتقبلهم شهداء مع الحسين عليه السلام، وأن يفرج عن أسرانا، وأن يلهم عوائلهم الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.